سعيد ليك أخي، هذا توفيق شاب موثوق، إذا وعدنا أنه يتدخل ويحلها فيك تطمن. انتهت، لازم نتأكد من الموضوع، إذا كنا غلطانين ساعتها رح تكبر المشكلة أكتر. روق وخلص، لا تقلق. وبعدين إذا نحن معرفنا حقيقته لهذا الزلمة ما بيهدى بالي أبدا. وبصراحة من زمان مو حاسس أني متفائل مثل ماني متفائل اليوم. تمام.